ولسه بنكمل معاكم بقيه فقراتنا في انبوكس سبورتس. وزي ما قلت لكم قبل الفاصل احنا نورنا اثنين بقى من ابطال منتخبنا الوطني في الكره الطائره للشباب، واللي ما شاء الله بقى يعني حققوا فيها المركز الاول وكمان بطوله افريقيا المؤهله لبطوله العالم ان شاء الله في 9 المقبل. طبعا انجاز تاريخي وحدث مهم جدا طبعا في الفتره الحاليه ان شاء الله. النهارده بقى منورنا اثنين من ابطالنا وهم الكابتن احمد ايمن ميدو. ازيك يا كابتن؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ ربنا يخليك. وكمان الكابتن انا الشوقي. ازيك يا كابتن؟ ازيك يا حبيبي؟ كله كويس؟ الحمد لله. طيب في البدايه انس يعني ببارك لكم على البطوله الكبيره جدا طبعا والاداء كمان المشرف جدا، لكن بقى عايز اعرف منك تفاصيل قبل البطوله الكواليس. ازاي بقى استعديتوا للبطوله الكبيره دي؟ وكمان كان في بقى يعني معسكر مغلق في ظل بقى الاجراءات دي، ولا الموضوع كان ماشي ازاي؟ لا هو اكيد احنا عسكرنا من قبل البطوله حوالي مثلا شهر كده، كنا على اتصال على طول بالجهاز وبتاع ان احنا ننزل نعسكر وكده، بس بسبب الكورونا فكان شويه ده معطلنا. بس يعني كانت فتره اعداد مش طويله قوي، بس يعني خدنا فيها يعني وقت كويس يعني. طب ازاي تم تجمعكم وكانت اغلبيه البطولات متوقفه المسابقات؟ ما عشان احنا بطولتنا كانت في مصر، فاحنا ما كانش عندنا مشاكل شويه في ان احنا يعني نستضيف البطوله وكده. لا على اختيار اللاعبين اقصد. على اختيار اللاعبين؟ يعني ايه بالظبط؟ يعني ازاي تم اختيار اللعيبه؟ ويمكن المسابقات ما كانتش شغاله في الكوره بشكل كبير. لا كانت شغاله، كانت شغاله القاهره، كانت شغاله المنطقه، كانت شغاله، واحنا اصلا كنا بنتمرن في النوادي عندنا يعني. كان اغلب الفرقه تقريبا كلها بتتمرن درجه اولى دلوقتي، فكان يعني كان في استعداد كويس للفرقه يعني، ما كانتش الناس قاعده في البيت او حاجه. الحمد لله. قبل المنتخب يعني، عشان كان الناس داخله على المنتخب. ده المعسكر اللي هو قبل المنتخب على طول. لا قبل المنتخب كنا الناس بتتمرن. قبل البطوله على طول. قبل البطوله. قبل المعسكر كانت الناس اصلا في النوادي كده كده اوريدي يعني بتتمرن يعني. عظيم جدا. طيب ازيك يا ميدو؟ الحمد لله. تمام دلوقتي؟ الحمد لله كويس. طيب ميدو الاول قول لي كده يعني عن بقى المفروض مشاركتنا في البطوله، وكمان كان مين معانا في المجموعه بتاعتنا، وكان استعدادكم ازاي لكل بقى المنتخبات؟ هل هم كانوا 3 منتخبات بس ولا اكتر؟ لا كانوا 3 بس، هم كانوا كذا منتخب بس بسبب موضوع كورونا والمطارات والحاجات دي كلها الفرق ما جاتش. في فرق كتير انسحبت، مثلا 5-6 فرق انسحبوا بس، فاللي هو الماتشات يعني كانت قويه شويه يعني، وبس احنا ركزنا على قبل كل ماتش بماتشه، بالذات احنا كنا بنعمل سكاوتنج ومحاضره قبل كل ماتش، بنعرف ندرس الفرق كويس، نلعب معاها ازاي، نقفل لهم الدنيا ازاي، والدنيا مشيت فعلا ماتش ماتش. يعني لو كان معانا مين؟ كان معانا الكاميرون، كان معانا كونغو، كونغو بعد كده كاميرون بعد كده المغرب. مين اصعبهم؟ الكاميرون. الكاميرون. واحنا لعبنا 3 ماتشات. ايوه. 3 منتخبات. تمام. طيب كان كل ماتش ليه طريقه معينه للعب بالنسبه لكم؟ مع طبعًا. المدرب؟ طبعا. ازاي بتعملوا ايه؟ يعني ايه طريقه الاستعداد بالنسبه لكم؟ لان كل فرقه اسلوب لعبها يعني، مثلا الافارقه عامه بيبقوا اسلوب لعبهم غير العاديين اللي هم البيض، مش عارف العرب او الشمال يعني من افريقيا. ايوه الفولي بتاعهم بيكون مختلف، الامكانيات مختلفه، سرعتهم، جنباتهم، السيستم بتاعهم مختلف عن اللعب التاني. فطبعا كنا بنعمل محاضره وبعد كده ننزل التمرين بعدها نطبق اللي احنا شفناه في المحاضره. بنطبقه ازاي نعرف ناديه كويس عشان نعرف نوقفهم في الماتش. ده فعلا كان بيخلينا لما ننزل الماتش ما نبقاش مستغربين من السيستم، لا بنكون متعودين عليه فعلا وبنعرف نوقفه ونلعب معاه عادي. نعرف نتاقلم معاه، ما فيش مشكله. انس كنتوا بتشوفوا ماتشات ثانيه اتلعبت غير يعني غير ماتشاتكم يعني بتذاكروها؟ يعني كنت بتشوف ماتشات مثلا انت اول ماتش لعبته مين؟ اول ماتش كان الكونغو. الكونغو. هل قبل مثلا ما تشوف ماتش الكونغو او تلعبوه كنتوا بتذاكروا الكاميرون والمغرب برضو قبليها، ولا كان كل ماتش بماتشه؟ لا كان كل ماتش بماتش يعني، مثلا احنا عندنا ماتش الكونغو كنا بنقطع الفيديوز مثلا لماتش الكونغو، ونقطع اللعيب لعيب ونقعد نشوف الكونغو بتلعب ازاي وبتعمل ايه وبتاع. بس ما كانش عندنا فيديوهات ليهم قبل كده في بطوله قبل كده يعني، الفرقه زي الكونغو اصلا لسه اول مره تشارك اساسا في بطوله افريقيا. انما ما كانش عندنا قبل كده، انما قبل الماتش اكيد لا كان في طبعا تجهيزات و عظيم جدا. طيب انس يمكن صانع الالعاب في الملعب دايما هو العقل المفكر، دايما هو دايما ايه ترمومتر الملعب. اكيد. قول لي يعني بتعمل ايه؟ ايه دورك في الملعب؟ وانت المفروض يعني ايه التعليمات بتدخلها المدير الفني المفروض بتنفذها في الملعب مع اللعيبه؟ هو اكيد انت بيبقى عليك مسؤوليه، لان انت بتلعب يعني مع بتلعب بالتكتيك بتاع فرقتك والفرقه الثانيه يعني، انت بتبقى عليك ان انت بتبقى عارف الفرقه الثانيه بتلعب ازاي، وانت بتحاول تلعب على نقط الضعف بتاعتها. نبقى نازلين الماتش اكيد محضرين مع المدرب وكل حاجه، ان انت بيبقى ليك برده يعني حريه شويه ان انت تلعب كبلاي ميكر، تقعد تلعب براحتك او حاجه، بس يجي وقت معين بيبقى لا لازم في حاجات تمشي معينه، احنا نلعب بسيستم كذا دلوقتي، يبقى مثلا رفع هنا بتاع
بس انما انت بيبقى عليك مسؤوليه كبيره طبعا، لان انت تكتيك الفريقين بيبقى وانت حر اكتر بشكل كبير يعني. بيبقى دي بتبقى في البلاي ميكر عامه يعني، انت بيبقى ليك شويه تلعب براحتك، ان انت تعرف توزع بتاع، دي بتبقى ليك انت شويه. عظيم جدا. طيب ميدو، يعني برضو قبل البطوله في منتخبات انسحبت من البطوله وكانت منتخبات قويه برضو، من ضمنها مثلا زي تونس ونيجيريا على ما اعتقد. هل وجودهم كان هيفرق برضو في البطوله وهيزيدها قوه؟ البطوله كانت هتبقى اقوى واحلى ويبقى في منافسه اكبر بكتير. بس ما كانش هتغير في النتيجه يعني. احنا عارفين احنا عايزين ايه طبعا. هل من اول يوم وانتم محددين ان انتم عايزين البطوله؟ اكيد طبعا. بطوله على ارضنا او غير ارضنا، احنا اي بطوله بنخشها زي افريقيا او بطوله عرب احنا لازم ناخد اول. لو خدنا اقل من كده يبقى ده عيب في حقنا خالص، احنا يبطل احسن. ده دايما كاس عالم بنحلم مربع. واحنا فعلا مربع. مع ان ممكن حد تاني يفكر يقول لك ايه يعني، لو بطوله كبيره زي بطولة افريقيا او بطولة عالم مثلا بتقام على ارضنا ممكن يعني تبقى عامل عكسي، عامل ممكن وسيله ضغط اكتر على اللعيبه وعلى الجهاز الفني، وممكن بدل ما نطلع احسن ما عندنا نطلع على قدر الله يعني مش المستوى المطلوب. هو فعلا حصل الكلام ده في اول ماتش، بصراحه كان فعلا في ضغط وكل حاجه، بس بعد كده الجهاز الفني اخد باله من الكلام ده وعالجه خالص، والماتش اللي بعده احنا ادينا ماتش كويس جدا بتاع الكاميرون. الجهاز الفني عزلنا خالص عن كل الناس وكل الضغط وكل حاجه واتحلت المشكله ولعبنا كويس. طيب دلوقتي يعني انس يمكن مركزه في ملعب حر شويه بلاي ميكر، يعني انت بقى مركزك المفروض بيتطلب منك ايه؟ هل الثبات برضو انت عندك فيه بعض الحاجات التكتيكيه اللي انت بتنفذها مع اللعيبه في الملعب طبعا بتعليمات المدرب، ولا الوضع عندك ممكن ثابت شويه؟ هو الموضوع عندي بيكون يعني اصعب سنه بس صغيره، عشان هو الفكره ان المركزي بيكون محتاجين في الاستقبال. اول كوره، اول كره لو باظت البصير ما عرفش يعمل حاجه، الدنيا بتبوظ فرقه بتخسر. فهي اهم حاجه الاستقبال، الاستقبال بنمشي بيه الدنيا، ده هو اول تكتيك في الملعب بتاع الاستقبال. بصير بعد كده بيعمل كل اللي هو عايزه في الملعب. انت المفروض بتستقبل وتطلع على الشبكه. صح كده؟ ده الدور بتاعك. المفروض بقى انتوا في حد بيغطي وراك. يعني ليها ترتيب معين كده. ايوه فعلا. طب ما تيجي نتكلم كده عن البطوله، يعني برضو ناخد بعض القوانين بتاعتها كده نتكلم عنها شويه. عايز اعرف برضو القوانين بتاعتها عباره عن ايه، المده قد ايه، هل بتحتسب فيها برضو ضربات جزاء او رميات جزاء، يعني الموضوع بيبقى ماشي ازاي؟ لا يعني هم ثلاث جيمات. لا هو بالسيرف يعني. هو في سيرف طبعا. تمام. هم ثلاث جيمات، الجيم بسكور مش بتايم، من 25. تمام. ولو انت مثلا يعني هم ثلاث جيمات ممكن يوصلوا لخمسه لو انت مثلا بين 2-2 او حاجه، يعني في شوط فايصل يبقى الخامس، يبقى شوط مثلا من 15 بيبقى مش زي الاشواط اللي قبليه. دايما يا ناس بنشوف الواحد يعني ايه ممكن كره تلعب وتبقى طالعه لحد قبل المدرجات بشويه وانتوا بتلعبوها عادي. هل ده في نطاق الملعب او في نطاق اللعب؟ يعني الملعب عندكم فين يعني لحد ما الكره تقع؟ هو كده كده الملعب متحدد ليه طبعا، هو متحدد ان الكره اللي تنزل فيه تبقى دي ان وفي اوت وفي كل حاجه، بس في كوره لو انت لمست مثلا عندك الكوره الثانيه لو لمست لعيب في لو راحت اي مكان في الدنيا ممكن تروح تجيبها الثالثه ليك. حتى لو النص الثاني من الملعب ما عند الفريق الثاني. لا ما في بقى للملعب بيبقى ليه انتنة كده محدده الملعب، لازم انت تجيبها من بره الانتنة، لو عديت الناحيه الثانيه بتعدي من الاوت بتاعك وتجيبها من بره الانتنة، ما ينفعش تعدي من الملعب بتاعهم، ما ينفعش خالص يعني. بس هو دي ليها رولز كتير يعني، ده حوار يعني ما تعديش من نص الشبكه. من تعدي من بره العواميد. تمام. حتى لو النص التاني من ترجعها من بره بره ما فيش مشكله. طيب ميدو، يعني احنا بنشوف الالعاب الاخرى اللي فيها التحامات، عارفين يعني الفاول عامل ازاي، الانذار، الطرد، الكلام ده، انتوا عندكم ايه شكل الالتحامات او شكل مثلا ممكن العقوبات اللي بتقع عليكم ممكن في الملعب، يعني ايه هي عباره عن ايه؟ يعني هل عندكم انذار وعندكم طرد؟ ايوه فعلا عندنا كارت اصفر واحمر بتيجي نتيجه ان انت مثلا اعترضت على سكور، اتكلمت مع حكم باسلوب وحش، اتكلمت مع لعيب الناحيه الثانيه باسلوب وحش، مثلا الحكم ادى قرار غلط مثلا هي الكره شبكه وهي مش شبكه فانت بتتكلم معاه غلط يقوم يديك كارت. بس يعني كلها اعتراض على اعتراضات او تعترض على لعيب تاني الناحيه الثانيه على لعيب اخر. صح كده؟ بس كده. او بتعترض على لعيب الناحيه الثانيه برضه، هي كلها سلوكيات مش أكثر. لكن ما فيهاش مشاكل التحاميه خالص الحمد لله سلوكيات يعني. بس طيب برضو انس، يعني عايز اعرف منك لا قدر الله لا قدر الله، يعني هل الطايره برضو فيها اصابات زيها زي كره القدم يعني اللي احنا بنسمع عنها المعروفه يعني؟ في حاجات كتير يعني، انت اللعبه عندك معتمده بشكل اساسي على الجامب وعلى التحركات والفوتورك، فاكيد فيها اصابات يعني. بتحتاج منك تدريب معين او تقويات محدده؟
اه طبعا، اه لازم تبقى رجليك قويه ولازم يبقى جسمك قوي ولازم تبقى شغال بشكل كويس على جسمك، عشان اكيد طبعا بتأدي ليك حاجات صعبه يعني. بالنسبه لك ايه اصعب ماتش لعبته في البطوله؟ في البطوله دي ماتش الكاميرون طبعا. ماتش الكاميرون ماتش بطوله. احساسك ايه لما خدت البطوله وقتها؟ يعني كنت متوقع ان الماتش هيخلص بالنتيجه دي و اه شويه يعني؟ انا كنت داخل البطوله عارف يعني، حاسس ان احنا ربنا يكرمنا عشان احنا اتمرنا كويس وان احنا عملنا اللي علينا وان احنا متمرنين كويس وان احنا جيل قوي، فلا مفيش فرقه تقف قدامنا، حتى لو كان تونس او نيجيريا جت احنا كنا مستعدين بشكل قوي يعني، ما كانش هيفرق معانا. طب كنت متوقع انك هتاخد جائزه فرديه؟ لا دي دي مش يعني ماشي، بس انا ما بحطهاش في دماغي برضه قوي يعني، كده كده انت لما بتعمل اللي عليك لصالح الفرقه وبتعمل اللي عليك لصالح المكسب هي بتلاقيها بتيجي لوحدها، لو حطيت في دماغك الجايزه مش هتيجي يعني. طبعا كنت طاير من الفرحه اكيد. اكيد يعني. يعني دي صورتك معانا. وايه اللي مع الجايزه دي برضه يا انس؟ هم مدين لك ورد كده. ورد فعلا. تمام. طيب ما شاء الله من احسن يعني صناع العاب، كمان احسن ارسال، مظبوط كده؟ تمام كده. قول لي يا ميدو، برضه كنت متوقع انك تاخد احسن ارسال؟ لا خالص. لا لا، انا كنت مستني ان اخد احسن ضارب. احسن ضارب. هل الارسال ليه تكنيك معين في اللعب؟ اكيد طبعا، الارسال كله تبقى كانك ضربه جزاء بالظبط في الكوره. الارسال ده انت بتروح انت والكوره والملعب الناحيه الثانيه، مهاره فرديه يعني. انت ومهارتك بقى، انت وذكائك، انت والكابتن بيقول لك هتعرف تنفذه صح ولا لا. بس كاسك صغير قوي ليه كده يا ميدو؟ ما هو كاسنا احنا الاثنين كده. انتوا ليه يعني؟ ما هو الجوائز الفرديه مش ممكن. لا اعترض على الكلام ده. امال الاتحاد طبعا مبروك يعني. الاتحاد طبعا على الجوائز. لا مبروك طبعا يعني، جائزه كبيره وهامه وشرفتونا، واكيد طبعا كمان ده مجهودكم في الملعب يعني، ما شاء الله بيكلل بجوائز بقى فرديه ليكم انتوا الاثنين. طيب عايز اعرف بقى منكم يعني، احنا خلاص خلصنا كده بطوله كبيره جدا وبطوله هامه، بس يعني من بقى يعني افريقيا يمكن احتكاك افريقي وقوي جدا، الاستعداد بقى لبطوله كبيره وهامه طبعا بطوله العالم، ازاي بقى نستعد ان شاء الله لبطوله العالم؟ وكمان بطوله العالم بتختلف ايه بقى عن بطوله افريقيا بالنسبه لك؟ لا بطوله العالم طبعا بيبقى احتكاكها قوي جدا يعني، يعني الكونسيست بتاعها بيبقى اعلى كتير قوي من بطوله افريقيا يعني، بتبقى بتقابل فرق اقوى متمرنه احسن متجهزه احسن. بس احنا طبعا خلاص يعني كلها بطوله الجمهوريه هتخلص ان شاء الله، هي هتبدا بعد اسبوع او حاجه هتخلص، وهنتجمع بعديها في معسكر ونستعد لكاس العالم بشكل قوي يعني، لان احنا بقى مطالب مننا ان احنا نعمل مراكز يعني كويسه في كاس العالم يعني. كان من كام سنه متهيألي كان في منتخب حقق من سنتين، انتوا متهيألي على ما اعتقد برضو الجيل بتاعكم خدتوا رابع عالم. شايفين ان المنافسه قريبه يعني، على ما اعتقد الموضوع مش بعيد يعني. ان شاء الله ناخد البرونز المره الجايه. ناخد البرونز ان شاء الله. طيب قول لي يا ميدو، بالنسبه لك انت يعني شايف ايه الطريقه اللي احنا المفروض يعني الفتره اللي جايه نعملها بقى في معسكرات المنتخب، او الاسلوب الطبيعي ان احنا بقى بنستعد لبطوله عالم يعني كاعداد المفروض طبيعي لبطوله كبيره جدا وهامه لبطوله العالم، ولسه قدامنا وقت شويه لحد شهر 9 اللي جاي على ما اعتقد يعني. يعني شايف ان المفروض تاخدوا راحه طبيعيه جدا بعد البطولات بتاعتكم في الدوري، ولا تكملوا الموضوع القدر ممكن يقلب ارهاق يعني؟ شايف ازاي ممكن الخطه بتاعتكم كلاعب؟ هو المفروض الخطه اللي المفروض تمشي لنا الفتره الجايه، اللي احنا المفروض على شهر 5 مثلا نتجمع، ناخد مثلا 3 4 شهور بنتمرن بقى جيم وفوت ورك بقى، ونعمل كمان تاهيل الاصابات اللي عندنا كلها، ونتعالج كويس ونتعلم تكتيك كويس جدا، عشان كاس العالم بيفرق عن الدوري المحلي وعن افريقيا وعن بطوله عرب. كاس العالم بيكون كلام تاني خالص، بيكون سيستم احلى، بيكون هم اللي عاملين اللعبه، بيكون احسن ناس فيها. فاحنا لازم ناخد فتره كبيره جدا، ناس على 4-5 شهور نتمرن كويس وجيم واعداد وتكتيك كويس، نتعلم فولي كويس عشان نروح نعرف نلعب مع الليفلات العاليه دي. بالتوفيق يا كابتن طبعا ليكم انتوا الاثنين ولمنتخبنا يعني بشكل خاص طبعا، وان شاء الله بقى يعني البطوله اللي جايه باذن الله بطوله العالم نحقق فيها مركز متقدم. انس نورتنا جدا، شكرا جدا ليك، وكمان ميدو شكرا جدا ليك يا ميدو. وبكده يا جماعه خلاص حلقتنا النهارده خلصت معاكم من انبوكس سبورتس، استنونا الاسبوع اللي جاي على خير ان شاء الله.